احد الاخوه يسال شيخ عن الايمان هل يزيد وينقص هل يحس الانسان بزياده ايمانه ويحس ايضا بنقص ايمانه والدليل في ذلك نعم الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا معتقد اهل السنه والجماعه يزيد بالطاعه واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلا بد من العمل ولا بد من القيام بما اوجب الله وترك ما حرم الله ولا يكفي, مع ولا يكفي ان يقول لا اله الا الله لا لان لا اله الا الله لها مقتضى ولها معنى وليست مجرد لفظ يقال